دون أن يترجم ذلك إلى فرص أو أهداف. تبادلات جدعانية حاليا على مشارف منطقة الجزاء. تلعب كرة خطيرة رأسية باتجاه المرمى، والثاني الثاني جول الثاني جول الثاني جول 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 الثاني لمصلحة الجدعان عن طريق ليث. ليث خروب أخذ الجميع على حين غرام وأتى بهدف رأسي أيضا بالرأس، أيضا بالرأس للجدعان. الجدعان هدف مقابل لا شيء، والهدفين سجلوا بالرأس، الهدفين سجلوا بالرأس لمصلحة الجدعان. الجدعان يتقدمون بالثاني، أدق على الأخمص شعار كتيبة جدعانية. هذا الجمهور أتى لكي يفرح، أتى لكي يكمام داخل المنطقة، خروج خاطئ، الهدف التقليص، جول 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 جول، هدف التقليص عن طريق سامح علوان. المباراة في آخر لحظاتها تشتعل أكثر وأكثر، الأمور لم تنتهي بعد. هدف عن طريق سامح علوان، علوان كمان وكمان وكمان بهدف تقليص الفارق لمصلحة الأمعري عند الدقيقة 84. هدف تقليص الفارق بعد خطأ فادح من حارس المرمى والدفاع الجدعاني لتصبح النتيجة هدفين لهدف، هدفين لهدف. الأمعري يرد ويقول لم نسقط بعد ولم نرمي المنديل.